ازيكم يا حلوين؟ وانا بقلب في الفيسبوك شفت شيف عامل طريقة لعيش الكايزر او عيش البرجر، فحبيت ان انا اجربها معاكم. وهقول لكم بقى اسهل واسرع طريقة لعيش البرجر، وبجد تحفة جدا. اول حاجة انا معايا كوبايتين من الدقيق، طبعا ممكن تستخدمي العجان عادي او حتى في ايدك لان هي كمية صغيرة. وكمان معايا معلقتين كبار من السكر ورشة من الملح ومعلقة كبيرة من الخميرة. هنقلب كل مكونات الجافة دي الأول مع بعض، وبعدين هنضيف المية على حسب ما العجين بتاعك يتلم، لأنه المية أو الدقيق بيختلف على حسب كل نوعية التانية بياخد مية أكتر أو أقل. فانا فضلت اضيف الميه لحد ما قوام العجينه معايا تماسك، وكمان ما كانش لين قوي ولا ناشف قوي بالقوام ده. هسيبها تخمر، وبعد ما خمرت بقى هرش دقيق على الرخامه بتاعتي، وهبدا ان انا يعني هفردها حاجه بسيطه قوي، وبعدين هبدا اقطعها. انا قطعتها بالنص وبعدين قطعتها بالطول كده، فقطعت كل جزء 4 قطع، وهاخد كل جزء هقسمه كور قد بعض عشان برضو ما يكونش يعني البرجر الجماعة سهل جدا في التشكيل اساسا. بالشكل ده كده ونحطها في الفرن. وده بعد ما طلع، شايفين هش ازاي وطري، قوامه مظبوط جدا وحلو جدا، وكمان طعمه زي ما بنجيبه من بره وما خدش مننا اي وقت ولا حتى اي مجهود، وطلع معانا تحفة بجد. فجربوا الوصفة وقولوا رأيكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للشانل. باي.